الكاركترستيك التانية بتاعت اي سيستم هي ان احنا نبص على التغيير بتاعه مع الوقت، او التايم انفارينس بتاعه او تايب فاريشن بتاعه. اوكي، فيعني احنا اللي بنهتم بيه دايما هو التايم انفارينس سيستمز. يعني خلينا نتكلم على التايم انفارينس سيستمز كده بشكل عام قبل ما نبص على الايكويشنز. التايم انفارينس سيستم ده معناه ان انا دلوقتي لما ادخله انبوت ات تايم 0 اوكي هيطلع لي اوتبوت مثلا واي فرضا. اوكي، لو انا دخلت نفس الانبوت هو هو عند تايم تي بتساوي 1000 اوكي، هل هيطلع لي نفس الاوتبوت هو هو شيفتد بس وخلاص؟ يعني يطلع لي من اول لما دخلت الانبوت هيطلع لي الاوتبوت بنفس الشكل ولا هيتغير الاوتبوت بتاعي؟ اوكي، يعني انا ممكن اتخيلها مثلا مع معاكم كمثلا لو انا بتكلم على ريموت كنترول مثلا بتاع التلفزيون. اوكي، لو انا دلوقتي ضغطت على الزرار بتاع الاون عشان افتح التلفزيون، اوكي، هل انا دلوقتي لو ضغطت على الزرار بتاع الاون ده اوكي والتلفزيون مقفول كويس، في وقت او في وقت تاني هل الريسبونس هيتغير؟ مش مفروض ان هو يتغير. لو بتكلم على الكيبورد، الزراير بتاعت الكيبورد، اوكي، لو انا دلوقتي بكتب بالكيبورد، لو انا دلوقتي ضغطت على الزرار اللي هو مكتوب عليه اس مثلا، اوكي، لو ضغطت عليه دلوقتي او ضغطت عليه بعد شويه، هل ممكن مره نضغط على الاس يطلع لنا اس ومره نضغط على الاس يطلع لنا حاجه تانيه؟ طالما ما بتتغيرش، طالما الريسبونس بتاعي ما بيتغيرش، يبقى معنى كده ده يبقى تايم انفاريانت. اذروايز بنتكلم عليها انها تبقى تايم فارينج. اوكي، فكماثيماتيكال اكسبريشن بقى احنا بنتكلم على اكس اوف تي بتطلع لنا واي اوف تي. لو انا عندي اكس اوف تي بلس ماينس تاو او ماينس بلس تاو، اوكي، يعني شيفتد بتاو او ادفانسد بتاو، اوكي، طبعا عارفين تي ماينس تاو يبقى معنى كده شيفتد بتاو او ديلايد بتاو، تي بلس تاو يبقى معنى كده ادفانسد باي تاو. ادفانس يعني بنحركها ناحيه الشمال، ديلايد يعني بنحركها ناحيه اليمين. لو عندي الكلام ده اداني نفس السيجنال هي هي بالظبط، شيفتد او ادفانسد او يعني ديلايد او ادفانسد بنفس التاو، يبقى معنى كده ده لينير سيستم او ده تايم انفارينت سيستم. اوكي، ده الفكره الاساسيه بتاعتي. اوكي، ده الفكره الاساسيه بتاعتي اللي هي لازم تتحقق عشان الكونديشن بتاع التايم انفارينس ده يبقى موجود.